يكون حاضر معنا الدكتور مصطفى الودغيري اللي هو طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. صباح الخير دكتور الودغيري، عشركم بركم ان شاء الله كل عام وانت بخير. شكرا شكرا اخت عفاف، شكرا مره على الاستضافه. اهلا وسهلا بك. واليوم كيف ما قلنا مرض نشوفيه غيكون نعم. هو الموضوع ديالنا، وغادي نتكلموا حتى على متلازمه جوغرين، هذا نعم. المرض اللي هو كيدخل ضمن امراض المناعه الذاتيه، فغنحاولوا ان شاء الله نخصوا ليه واحد الجزء من خلال برنامج صحه وسلامه اليوم ان شاء الله على ميد راديو دائما الاذاعه القريبه منكم. ارقام التواصل معنا كالعاده غتكون مفتوحه، وراه الاشاره دائما هي 05 22 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش كذلك الرقم 5080 الا كتبتوا في اول اس ام اس كلمه صحه اس ا ش ا، خليتوا فراغ صغير وبعدتوا سؤالكم للرقم 5080 وثم الاس ام اس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. في البدايه دكتور مصطفى الغيلي، ربما احنا في الكثير من الحالات اكيد كل واحد منا سبق وجرب اما نشوفيه ديال الفم او لا نشوفيه ديال العينين او لا يعني الجفاف ولا نشوفيه ديال مناطق معينه في الجسم ديالو. فهنا وقتاش كتكون غير اعراض بسيطه يعني كتقول غتكون عابره، ووقتاش كنتكلموا على انها مرتبطه بمرض مزمن او لا مثلا مرض اللي كيتصنف ضمن امراض المناعه الذاتيه؟ نعم يعني شكرا على اختياركم هذا الموضوع، لان فعلا هذه من العلامات اللي كيحسوا بها المرضى كثير الناس بصفه عامه. وكيف ما شرتي فعلا اما كيكون هي مساله عابره يعني غيحس بها الانسان واحد الوقت وغادي تحيد، ولا فعلا كتكون عندها علاقه بواحد المرض اللي خصنا نبحثوا عليه وخصو العلاج المناسب. باش هذه النشوفيه اللي كتقيس بدات بصفه عامه وخصوصا الفم والعينين ومناطق اخرى اللي غنتكلموا عليها حتى هي، عندها علاقه بمشكل كيصيب الغشاء المخاطي اللي كيتسمى فرنسيا لا ميكوز. لان كنعرفوا ان الجسم فيه الجلد وفيه الغشاء المخاطي لي ميكوز اللي كاينين في الفم وكاينين في الانف وكاينين في العينين وكاينين في القصبات الهوائيه وكيف الاعضاء التناسليه. فهذه ملي كيتقاس ملي كيجي هذا المشكل هذا الانسان كيبدا يحس بهذه النشوفيه، خصوصا كيف ما قلنا في الفم في العينين كذلك في القصبات الهوائيه. الانسان كتجي بعض المرات مشكل ديال 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 السعله يعني اللي كتكون هي ناشفه، كنسموها ديك الكحبه الناشفه. الكحبه الناشفه فعلا. كذلك بالنسبه للاعضاء التناسليه خصوصا عند المراه كتحس بواحد الجفاف. كذلك بالنسبه للفم يعني قلنا ان الانسان كيحس بفمه ناشف، كاين شي علامات اللي غنتكلموا عليها يعني كتكون الانسان كيحس بفمه كيلصق عليه لسانه كيبدا يخصو مره مره يشرب الماء، خصو يدير شي مسائل اللي غادي تنتجلو هاد يعني اللعاب لاساليف كاين بعض المسائل اللي كنقدروا نستعملوها. فإذا هاد العدو العلامات اللي كيحس بهم الانسان خصوصا كنا قلنا في الفم قلنا في العينين قلنا في القصبات الهوائيه. كذلك في الجلد، حتى الجلد اذا سحب داك الجلد اللي هو ناشف عليه مره 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 كيقدر يحكو الى اخره. فكاين مجموعه ديال العلامات اللي هي اما كتكون عابره عندها علاقه اما بتناول بعض الادويه. كاين مجموعه من الادويه اللي كيتسببوا في هذا المشكل، هذا هو السبب الرئيسي. كاين ادويه خصوصا اللي كيتناولوا الناس الحساسيه او ادويه اللي كيستعملوا الشبان كثير خاصه بحب الشباب. واحد الدواء خاص بحب الشباب اللي كيعطي الجفاف خصوصا عند الشباب. كذلك بعض الادويه اللي كيتناولوا الناس خصوصا في مرض ديال الضغط الدموي، مرض بعض الامراض ديال القلب، بعض الامراض ديال الاكتئاب، كاين ادويه كتسبب في هذا المشكل ديال الجفاف. كذلك كيكون بعض الامراض اللي هي عابره اما كتكون شي ان فيروس، ويعني اخر دليل هو المشكل ديال الزكام. يعني كيكون الزكام فعلا الانسان كيحس داك النشوفيه في حلقه بالفعل وكيبدا يعني مساله هي بسيطه كتحيد مع الوقت. مجموعه ديال الفيروس كيقدروا يديروا هذا المشكل هذا. اكدنا ان كذلك وهذه مساله مهمه مع التقدم في السن الناس المسنين كيحسوا بهذه العلامات، وهي دابا الناس ربما كيسمعونا في راديو عدد ديال الناس الكبار كيحسوا بهذا الشيء باش يعني ما يتقلقوش. هذه مساله اللي يقدر يقول عندها علاقه بالتقدم في السن انه كيكون هذا المشكل ديال هذه النشوفيه اللي كيحس بها الانسان خصوصا في الفم قلنا وفي العينين. كاين بعض الادويه اللي كنقدروا نعطيوها باش كتنقص من الحده ديال المرض، ولكن هذه نقولوا انها علامات طبيعيه مع السن مع التقدم خصوصا عند النساء مع التقلبات الهرمونيه فكيحسوا بهذا الجفاف في هذا الشكل هكا. كاين كذلك الاسباب الناس اللي كيديروا يعالجوا على السرطان وكيديروا الاشعه. كنلاحظوا كثير ان الاشعه ملي كتكون قويه كتقدر تسبب في هذا المشكل ديال الجفاف خصوصا في المنطقه الانسان اللي عنده كيدير الاشعه في المنطقه ديال العنق او في الصدر كيقدر كذلك يحس بهذا الجفاف. يعني في هذه الامراض يعني تقريبا اللي كثيره، ولكن المرض اللي كنشوفوه كثير كثير عند خصوصا عند النساء هو الامراض ديال المناعه الذاتيه، خصوصا المرض ديال الفرنسي كيتسمى الكوج غوس جوكرين. هذا مرض اللي هو المناعه الذاتيه اللي كنبحثوا عليه وكان عندنا علاج خاص به.
نعم، اذا هو كيتصنف ضمن امراض المناعه الذاتيه، واخا الاعراض ديالو كتكون نفسها وفي مناطق معينه او لا تقدر تكون في كل المناطق اللي انت شرتي ليها دكتور مصطفى الودغيري. نعم. لما الانسان كيتصاب بهذه النشوفيه. نعم، فبالنسبه لمرض جوجرو سجوغرين هو مرض المناعه الذاتيه، هو كيقدر يكون هذه العلامات كلها كيقدر يحس بها الانسان، سواء قلنا النشوفيه في الفم او الانف او العينين او في القصبات الهوائيه او الجلد كذلك. ولكن في الغالب كيكون حتى بعض العلامات اللي هي خارج هذا النطاق هذا، كالالم في المفاصل، كتكون الم في المفاصل خصوصا في الليل، التهابات في المفاصل كيقدر يحس بها الانسان، ربما كذلك بعض العلامات ربما حتى مشكل حتى في سوء الهضم كذلك يقدر يحس به الانسان، خصوصا كيكون الالم اللي كيحس به الانسان. فهنا كاين مجموعه ديال التحاليل اللي كنقوموا بها باش نشخصوا فعلا واش كاين هذا المرض ولا لا. غير اللي بغينا نشيروا لان هذا المرض اللي هو سميتو الجوجرو سجوغرين، هذا المرض هذا اما كيكون كنقولوا اما بريميتيف يعني ما عندوش شي سبب، ولا كيكون هو كذلك ناتج عن مرض اخر ديال المناعه الذاتيه، وخصوصا المرض اللي معروف كثير مرض ديال الديابه الحمراء لوبوس، هو كذلك كيكون فيه هذا المشكل ديال الشفاف اللي كيصاحب الديابه يعني مرض الديابه الحمراء. فباش نلخصوا انه هذا المرض هذا داخل في نطاق امراض المناعه الذاتيه، اما كيكون ما عندوش سبب براسو كاين علاج اللي كنتبعوا عليه، واما هو براسو كيكون سكوندير يعني ناتج على مرض اخر اللي خصنا نبحثوا عليه وخاص الدواء ديالو. واخا كاينين الناس اللي كيكونوا معرضين اكثر للاصابه بالنشوفيه دكتور مصطفى الودغيري ولا لا؟ ممكن الانسان يعني كل واحد منا كيكون معرض، ولا كاينين الناس شرتي المساله ديال تقدم في السن؟ نعم. ربما الانسان كيكون محتمل يعني كاين احتمال كبير انه ترى عنده المشكل، واش كاين ناس اخرين كذلك كيكونوا معرضين؟ هما خصوصا هذه الفئه اللي هي اللي تكلمنا عليها قبل، خصوصا الناس المسنين. غير باش نعطيك واحد الفكره، انه تقريبا بين 15-20% ديال الناس المسنين كيحسوا بهذه العلامات ديال النشوفيه في الفم او في العين، فهذا التقدم السن كيدير هذا الشيء. هذا النساء كذلك اكثر عوضه، قلنا الناس كذلك عندهم امراض مزمنه وكيتناولوا ادويه اللي تكلمنا عليها، حتى هما كيكونوا اكثر عوضه لهذا المشكل ديال الشفاف بصفه عامه. حنا ما تقلناش ولكن بصفه عامه بعض الادويه، وخص الانسان خاص الطبيب ديما يبحث على الدواء اللي كيتناول الشخص اللي عنده هذا المشكل هذا، لان ربما غير في تغيير ذاك الدواء الانسان كيقدر يحس بالتحسن. واخا الاعراض اللي كتكون مصاحبه شرتي المساله ديال انه الانسان كيحس بالجفاف اما في الفم ديالو اما في العين ديالو، كنشوفوا يعني ربما كل واحد منا يقدر يكون صادف في حياته واحد الحاله ديال الانسان اللي ربما هو في حاله ديال الحزن الشديد وكيبكي ولكن الدموع ما كاينينش. نعم. يعني كيكون كيقول عنده مشكل ديال النشوفيه. كاين اعراض اخرى اللي كتكون صاحبه هذا المشكل الصحي دكتور مصطفى الودغيري؟ هي مزيان من شات هذه المساله هذه، تكلمتي على الانسان ربما في حاله حزن او في حاله قلق. نعم. هي فعلا كذلك من ضمن الاسباب، هي قليله ولكن كذلك من ضمن الاسباب، حتى الضغط والارق. اذا مشكل نفسي. ومشكل نفسي كذلك قدرت تسبب في هذا المشكل ديال الشفاف، يعني اسباب هي متعدده كيبقى الطبيب كيبحث عليها، ولكن هذه كذلك يعني من العلامات اللي قلنا انه هذا المشكل ديال الشفيه في العينين. الانسان كيبدا يحس فعلا ما كينزلوش الدموع، كيبدا يحك العينين ديالو كثير، كيبداو يحمروا، كيبدا يحس كيقول لك انا عيني بحال رمله في العينين ديالي، بحال حتى احس برمله. فهذه علامات اللي كتصطحب فعلا هذا المشكل ديال الشفيه ديال الفم. العينين كذلك اللي نحتاج فيهم هذا الغشاء اللي تكلمنا عليه، الغشاء المخاطي ديال ليميكوز ديال العينين لي كونجونكتيف، فهادو كيقدروا كذلك يحس الانسان بهذه العلامات هادو، واللي خصو يشوف الطبيب في اقرب وقت، لان كاين ادويه. نعم. والمهم في اكثر من هادشي هو التشخيص. التشخيص يعني وغادي نتكلموا عليه. نعم. غنتكلموا على الطرق ديال التشخيص بالنسبه لهذا المرض، وغنتكلموا حتى على الطرق ديال العلاج، واش كاين طرق ديال الوقايه كذلك. نعم. باش نحميو روسنا، فان شاء الله نتكلموا عليها كلها في حلقه اليوم من برنامجكم الصحه والسلامه. دكتور مصطفى الودغيري كتقول هذه 12 عام وانا عندي المشكل ديال داء السكري، وما تخيلش دكتور شحال كنحس بالمشكل ديال النشوفيه وديال الجفاف ديال البشره ديالي كلها، خصوصا ديال الرجلين. مؤخرا وليت كنستعمل بعض الانواع ديال الكريمات باش كنرطب. بغيت نعرف واش هذا حتى هو عنده علاقه بمرض النشوفيه ولا عنده علاقه اكثر بداء السكري. نعم، من علامات ديال داء السكري فعلا الانسان كيكون كيشرب الماء، كيحس بالنشوفيه وكيشرب الماء، ولكن داخله في علامات ديال داء السكري. وفي الغالب كيكون المشكل منحصر في الفم، يعني ما كيكونش مشكل كما تكلمنا في ان في مناطق اخرى في الذات. ففعلا اللي كانت كتحس بالنشوفيه في الجلد ديالها او في عينيها او كيف ما قلنا في المناطق الاخرى، من الافضل انها تشوف الطبيب المختص خصوصا في الطب الباطني، باش كيديروا مجموعه ديال التحاليل ويشوف
واش مشكل فقط مع السكري او عنده فعلا هذا المشكل ديال 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 الجفاف او ديال ديال النشوفيه ديال الذات كيتسمى فرنسي لو سيندروم سيك اللي خاصو العلاج المناسب. نعم، نمشيو للطرق ديال التشخيص عاده كيفاش كتكون دكتور مصطفى الوغيري؟ الطرق ديال التشخيص هي بسيطه، ملي كيكون عندنا احتمال انه كان هذا المشكل ديال المناعه الذاتيه خصوصا كيصيب النساء في واحد السن ديال بين تقريبا من 20 سنه تقريبا، ولكن كنقدر نشوفوه حتى في سن متقدم. كاين مجموعه من التحاليل اللي كدار كنبداو بالعينين، فكنشوفوا هذا المشكل ديال النشوفيه ديال العينين، لان قلنا ان ما كيبقاوش الدموع، فالطبيب المختص في طب العيون كيدير واحد لابوندليت، واحد بتيت بوندليت يعني واحد كاري صغير، وكيخلي خمسه دقائق وكيشوف واش كاين الدموع ولا لا، كيحسب ذاك المنطقه اللي عمرت بالدموع اللي هي خاصها تكون فايته 5 مليمتر. ملي كتفوت ملي كتكون ناقصه على 5 مليمتر فعلا هذا كيتسمى لو تيست دو شيغمير بالفرنسيه، ملي كيكون ناقصه 5 مليمات كيكون عندها يعني ربما يعني علاقه مع الجفاف ديال العينين. بالنسبه للفم احسن طريقه ديال التشخيص هي الواحد كناخذ واحد العينه من الفم كتسمي بيوبسي لابيال، كناخذوا داك الغدد اللي كينتجوا اللعاب وكناخذوا واحد المجموعه ثلاثه ولا اربعه، يعني هي بسيطه يعني تحليله بسيطه جدا كتعمل في اي يعني في المستشفى او في العياده ديال الطبيب، كياخذ بعض العينات وكيصيفطهم للمختبر وكيتم تشريح هاد الغدد وكنشوف فعلا واش مصابين بهذا المرض، يعني كاين واحد المجموعه ديال العلامات كتشير لنا ان فعلا كاين هذا المرض ولا لا. كذلك كاين بعض يعني التحاليل اللي كنديروها ديال الدم اللي كتقدر تبين لنا واش كاين التهاب في الذات ولا لا، وكيف ما قلنا ان هذا المرض كيقدر يكون عنده علاقه بمرض اخر ديال المناعه الذاتيه، وكيف ما شفنا مرض ديال الذئبه الحمراء، فهاد كاين مجموعه ديال التحاليل اللي كنديروها وكتفيدنا ان فعلا كنقولوا اما هو منعزل بوحده او لا عنده علاقه بهذه الامراض الاخرى باش كيكون العلاج المناسب. كذلك كنديروا الصوره ديال الصدر لان قلنا انه كتكون نشوفيه، وفي المرض اللي قلنا ديال الكوجرو هذا اللي في ديال المناعه الذاتيه كيقدر كذلك يكون الصدر مصاب ويكون بعض العلامات عندني كنشوفهم في الصوره ديال الصدر. فهذوما تقريبا التحاليل اللي كيداروا هي بسيطه وكنتشخصوا المرض بسرعه. نعم، نمشيو لاسماء. سمعنا من عند اسماء هذه المره كتقول واش ممكن النشوفيه تجي في الفتره ديال الحمل، واش هي حاله عاديه ولا حتى هي مرضيه؟ هذه حاله عاديه، ممكن فعلا انه في نظرا للتقلبات الهرمونيه كاين المرض تقدر تحس. اشرتي ليها في البدايه بالفعل. بهذا المشكل ديال الجفاف في الفم خصوصا الفم خصوصا الفم. نعم، إذا في الفترة ديال الحمل عند المرأة عادية. عادية فعلا، فكتقدر تحيد من بعد كتقدر ترجع الإنسان كيحس كيف ما كان قبل. نعم، الطرق ديال العلاج اللي هي خاصة أولا بالنشوفية اللي كانت غير واحدة من الأعراض ما عندهاش علاقة بالمناعة الذاتية، هنا العلاج كيفاش كيكون دكتور دغيري؟ واش علاج بسيط؟ نعم. عنده مدة محددة؟ هو علاج كيكون قلنا أنه فقط مرتبط بواحد السبب من الأسباب اللي ذكرنا، لأن قلنا أنه قد تكون متعلقة بالأدوية أو التقدم في السن أو الأسباب الأخرى اللي قلنا. فهنا كيمكن نعطيو ادويه اللي كتنقلوا سواء كان في الفم كنعطيو بعض الادويه اللي كتجعل ان ذاك الغدد كتولي تنتج اكثر باش بحال اللي كنساعدوا الغدد باش تقوم بالوظيفه ديالها. كنعطيو بعض المرات بعض رشاشات الانسان يقدر يديرها في الفم ديالو خمسه سته سبع مرات فوق ما حسب هاد النشوفيه كيديرها. كنصحوا ان الشخص مره يشرب الماء. كاين بعض لي شوينغوم اللي ما فيهمش السكر اللي كناكدوا عليها، لان كل ما انسان كان كيعمل ديال المضيع فلا ساليف لي غلاند اي سون ستيمولي يعني كيفرزوا داك اللعب. كل ما انسان حتى ملي كيكون كياكل ياخذ الوقت باش يمضغ على خاطرو بشويه بشويه باش كيساعد حتى داك لا ساليف باش كتجي بشويه بشويه يعني كتنتج. كذلك داك لي شوينغوم موجودين في يعني في لو كوميرس كيتباعوا، فهادو كيساعدوا كذلك لا سيكريسيون. بالنسبه للعينين كذلك موجودين مجموعه ديال الادويه كيتسموا بالفرنسي لي لارم ارتيفيسيال موجودين في الصيدليات باش كذاك النشوفيه كنعوضوها بداك لي لارم داك الدموع اللي هي اصطناعيه. وكاين واحد لو جيل كذلك موجود حتى هو كذلك لو جيل كيتحط في العينين وكيجعل انه تبقى العين فيها داك السائل، لان كنعرفوا ان العين ني ما كانش ما كتكون ناشفه وكتقدر يقعوا مضاعفات كتبدا تنشف كتبدا تحمر كتقدر تعفن ممكن حتى ان التعفن ديال العينين، فخاص الانسان يدير الادويه باش يتفادى. اذا لا سمحتي نتواصلوا مع المستمعين الكرام دكتور مصطفى الوغيري ناخذوا التساؤلات ديالهم ونجاوبوا عليها في الحلقه ديال اليوم، وناخذوا فاطمه الزهراء معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء الراديو اللي حداك رجاء انطفيه ولا بعدي عليه الا سمحتي وسمعينا من التليفون ماشي من الراديو. سبحان الله شكرا بارك الله فيك. انا بعد مرحبا فاطمه الزهراء. اختي كتسمعوني؟ كنسمعوك فاطمه الزهراء، مرحبا. شنو هو سؤالك؟
اختي سؤالي هو هاد الحالات اللي قال الطبيب كلهم عندي، يعني في الحلق، في المخرج، في العينين، في الجلد ديال الاطراف ديال يدي ورجليا. هذه مدة تقريبا شي 10 سنين. مني وانا عندي 50 سنة. وقبل وفن استعمل مراهم العين دائما، المراهم دائما، الرشاشات في الحلق. وبغيت نعرف الله يخليك نسول الطبيب واش كاين شي علاج لهاد الحالات، واش الحالة ديال النشوفية كتقدر تطيح البلاكيت ديال الدم؟ يعني في التحاليل ديما كتكون عندي ديك لي بلاكيت طايحين. واخا نجاوبوا على سؤالك يا فاطمه الزهراء، شكرا لك تواصلتي معنا. فالمده ديال 10 سنين، وانت شرتي في البدايه دكتور مصطفى الغري قلتي انه راه مع التقدم في السن ومع انه كاين سن مبكر مثلا بالنسبه للنساء، شرتي راه ممكن نلقاو يعني فتاه اللي في العمر ديال 20 عام وعندها هذا المشكل ديال النشوفيه، فهي كتسول واش كاين شي علاج يعني من غير المراهم اللي كتستعمل ومن غير هذه الامور كلها، ربما هي كتشوف انها غتبقى مصاحبها حياتها كامله الا ما كانش غيبقى عندها المشكل ديال النشوفيه، كتقول واش كاين شي علاج اللي غيكون فعال وحيد هذه الحاله بمره. نعم، وهذه الاهميه ديال التشخيص. يعني المشكل بداها من 50 سنه، 50 سنه كنعرفوا ان الفتره ديال انقطاع ديال العاده الشهريه. نعم. لامينوبوز عند المراه. نعم، دخول في سن الامل. نعم. وفعلا انه في هذاك الوقت كاين هذه العلامات ديال النشوفيه، خصوصا في الجهاز التناسلي، خصوصا عند فاما كيكون عندها علاقه بهذه الحاله هذه او عندها علاقه بمشاكل اخرى صحيه اللي تكلمنا عليها، خصوصا المرض ديال الشوكرين، جوج الشوكرين، اللي هو خاصو قلنا انه خاصو مجموعه ديال التحاليل باش نشخصو واش كاين ولا لا. لقينا ما كاينش هذا المرض هذا، فعلا كنكتفيو بهاد الادويه اللي هي كتسمى تريتمون سيمبتوماتيك، يعني هاد الادويه اللي كتعالج لنا هاد الاعراض فقط. فتاخذ الاحتياطات، دير هاد الادويه وتاخذ الاحتياطات ديالها كما شرنا في الاول، انه تحاول انه يعني تشرب الماء بشويه بشويه ومره مره، تحاول كذلك بالنسبه للاكل تاخذ الوقت ديالها باش تاكل بشويه في المطبخ، في المطبخ ديالها، تحاول تبعد من التلفازه، لان كذلك التلفازه ملي كتكون بالنسبه للعينين فهي كتقدر بعض المرات، ولا خصوصا بالنسبه للحاسوب، هذا الحاسوب كتكون عندها الاشعه قويه، فهذا كتقدر بعض المرات كذلك تخلق هذا المشكل ديال الاحمر والعينين والعلامه ديال الحساسيه حتى غتزيد يتفاق من المشكل. تاخذ الاحتياطات ديالها ويعني وتستعمل الادويه اللي كينصح بهم الطبيب، وكيف ما نزيدوا ناكدوا انه هذا مرض ماشي مرض اللي هو خطير، فعلا مرض مزمن، ولكن مع استعمال الادويه مع المتابعه مع الطبيب فالانسان كيقدر يعيش حياته. وربما الوقايه ديالو كتعطي نتيجه احسن من العلاج، اذا كانت الوقايه فالانسان دائما غيبقى محمي. نعم، السؤال الثاني ديال فاطمه الزهراء اذا سمحتي بالنسبه للبلاكيت. قالت ان لي بلاكيت ناقصين، ما عرفتش الدرجه ديال لي بلاكيت، ما للاسف ما سولتش العدد، لان لي بلاكيت حتى هما يعني العدد هو ابتداء 150,000، بعض الحالات كنلقاو 120 او 130,000، فهذه حاله اللي يعني ماشي شي حاله اللي الانسان ما يتخوفش منها. ملي كيبدا ينقص على 100,000 فعلا الانسان ناخذ احتياطات، خصوصا ملي كينقص على 50,000 هنا خصنا ضروري ان نبحثوا. كاين مجموعه ديال الامراض، وشرنا ان هذا المرض هذا كيقدر يكون عنده علاقه بامراض المناعه الذاتيه. ولي بلاكيت ملي كينقصوا كاين واحد مجموعه ديال الامراض اللي كينقصوا لي بلاكيت، كيتسمى فرونسي لي ترومبوبيني اوتو ايمون، يعني نقص لي بلاكيت عندها علاقه بالمناعه الذاتيه. فمن الممكن انه فعلا خصها تشوف طبيب اخصائي في الطب الباطني خصوصا او امراض الدم باش يشوف واش فعلا هذا النقص ديال لي بلاكيت عنده علاقه بمرض ديال المناعه الذاتيه اللي كينقص من لي بلاكيت، وشرط بان فوق ما كدات حيله كتلقاهم ناقصين. فكنصحها انها تشوف الطبيب باش يحاول يشخص السبب، لان كنعرفوا ان لي بلاكيت ملي كيكونوا ناقصين، لي بلاكيت هما اللي كتحتاج مدات ملي كيكون شي نزيف، فملي كيكون ناقص لي بلاكيت لا قدر الله انه انسان يقدر يتصاب بشي نزيف اللي يقدر يكون خطير. نعم، هاد المره باش نتواصلوا مع فاطمه معنا على الخط من مدينه اكادير. مرحبا بك فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دايره اختي لاباس؟ الحمد لله. مرحبا فاطمه، علينا وعليك ان شاء الله. شكرا للدكتور. مرحبا يا شكرا. والميد راديو كلها. العفو، مرحبا بك لاله فاطمه، اهلا وسهلا. الله يخليك، بغيت نسول الدكتور. اييه. بنتي رجليها كينشفوا ليها لدرجه كيتقشروا. هادو العينين ديالها. لا رجليها. 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 اييه. لدرجه كيتقشروا ليها، ما تخلات ما دارت من المراهم والو. نعم، شحال في العمر ديال بنيتها فاطمه؟ عندها 40 عام. عندها 40 سنة. والسؤال الثاني الله يخليك. اييه. أنا الفم ديالي مرة كينشف ليا، ماشي دايما، غير خطرة خطرة.
نعم. بالنسبه للابنه ديالك لاله فاطمه، عندها شي مشكل بحال داء السكري مثلا ولا شي مرض مزمن اللي كتعالج عليه؟ لا ما عندها والو. نعم، كدير التحاليل الفحوصات الدوريه مره ولا لا؟ لا ما عمرها دارت التحاليل. نعم. والمشكل عندها غير في الرجلين ديالها، ما عندها حتى في شي بلاصه اخرى فقط. واخا، نجاوبوا ان شاء الله على سؤالك لاله فاطمه. شكرا لك توصلتي معنا من مدينه اكادير في السن ديال 40 سنه والرجلين يعني في منشوفيه لدرجه انهم كيتقشروا. شنو هما الاحتمالات اللي يقدروا يكونوا دكتور مصطفى ودغيا؟ كاين امراض جلديه اللي كتسبب في هذا المشكل هذا ديال النشوفيه ديال الفقد ديال الجلد. فهي كما شرحت انه خصوصا المشكل عندها فقط في الرجلين، ما عندهاش اماكن اخرى في الجسم، خصوصا ما كاينش كذلك في الفم او في العينين او في ما. فهنا كاين تشوف، كنصح انها تشوف الطبيب اخصائي في الامراض الجلديه. كيديروا تحاليل، كيبغوا ما كياخذوا كذلك واحد العينه. كاين امراض اللي كتقدر دير هذه النشوفيه، مجموعه الامراض لو ليكان بلون، واحد مجموعه ديال الامراض كيقدروا يديروا هذا المشكل هذا. وكاين ادويه مناسبه، وربما عندكم كتكون في حلقات ديال مع طبيبه اخصائيه. نعم. في الامراض الجلديه. نعم، الحلقات ديال اليوم الاربعاء. نعم، فهذا التخصص ديال الجلد، فالافضل هي غادي تجاوبوا افضل. وبالنسبه لاله فاطمه، الفم ديالها كينشف مره؟ نعم، هذا في الغالب عندها علاقه بالسن ديالها، في الغالب السيده ربما في 60 سنه او اكثر. فما تخوفش تستعمل هاد بعض الادويه اللي كي يقدر يساعدوها في باش ينقص هذه الحده ديال هذه النشوفيه. في الغالب انه ما عندوش علاقه بامراض اخرى، فقط في الفم ديالها، ويمكن لها تستعمل ادويه مناسبه. نمشيو هذه المره نتواصلوا مع فاطمه اخرى، ولكن هذه المره معنا من مدينه سلا. اهلا بك فاطمه. فاطمه مرحبا بنا ديال سلا. للاسف ربما انقطع الاتصال مع فاطمه مدينه سلا. نمشيو للعيون هذه المره وناخذوا مكالمه. شكون معنا على الخط؟ صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نشكركم على البرنامج. معنا تفرح من العيون. اه اهلا وسهلا بك تفرح. شو بغيت نسول الدكتور؟ انا مصابه بالذئبه الحمراء. اييه. بغيت نسولو، هذه تقريبا عام وعيني كيوجعوني قباله، ما هم لا شفين، ولكن كنحس بحال تفرحي. الا كان ممكن اختاري شي بلاصه اللي وصلها الغيزو مزيان، لانه الصوت ديالك كيتقطع، باش نسمعوا سؤالك بشكل واضح ونجاوبوا عليه ان شاء الله. قلت لك بانني دريك عيني كنحس بهم كيوجعوني. اييه. وعندك المشكل ديال الذئبيه الحمراء. الذئبه الحمراء. اييه. ودريك بغيت نسول الطبيب، واش انا معم دابا نتبع مع اختصاصي ديال طب الجلد؟ أيه. والله مع هذا الطب الباطني. باطني. لا، شنو المشكل بالضبط في عيني؟ فقط يعني كيحمروا ولا كيوجعوك ولا كيشفوا؟ باش كتحس بالضبط؟ كيوجعوني وشويه كينشفوا لي، ماشي بزاف، ماشي لديك الدرجه، ولكن يلا هذا عام تقريبا عدت كنحس بهم كينشفوا. نعم، والفم ديالك ما كينشفلكش؟ فمك حتى هو مره خاصك تشرب الماء ولا كتحس فمك الانسان لاصق في فمك ولا؟ نعم شويه، ولكن دابا قالوا لي من هذاك الدواء اللي كنشرب هذاك الفنيد، واللي كنشرب قالوا لي يقدر هو اللي ياثر لك على العينين. غير انا بغيت كاع بالضبط نسولك غير مع من نتبع، واش الطبيب الجلد ولا الطبيب الباطني. نعم. واخا، نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله. تفرح، شكرا لك توصلتي معنا. فهي عندنا المشكل ديال الذئبه الحمراء كيف ما شرتي. نعم. وفي البدايه ديال الحلقه قلتي هذه المساله. نعم. دكتور مصطفى الودغيري، انه النشوفيه بعض المرات كتكون مؤشر على واحد من الامراض ديال المناعه الذاتيه. نعم. فدابا هي تفرح غير في حيره من امرها، ماهوش تتبع مع طبيب اخصائي في الامراض الجلديه ولا تمشي عند الطب الباطني. هي يعني في حق التخصصين بزوج، الحمد لله يعني كاين كفاءات بالنسبه للتخصصين الاثنين، سواء طب باطني او طب امراض جلديه. المهم هو التشخيص، كما قلنا هذه الحميره اللي كيجيها في عينها وهذه النشوفيه اللي كتحس به، واش فقط عندها علاقه يعني بالادويه اللي قالت انها كتستعمل؟ ربما كشرنا ان مجموعه الادويه كدير هذا الشيء هذا، مع الاسف ما عرفتش التفاصيل الدواء اللي كتاخذ، او فعلا عنده علاقه بمرض جوجروس جوكرين اللي هو يقدر يخلق هذا المشكل، وخاص علاج مناسب ومتابعه مع الطبيب المختص. نعم، غادي نرجعوا عندك دائما دكتور مصطفى الودغيري، اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، في حلقه اليوم برنامجكم صحه وسلامه على ميد غاديو، دائما الاذاعه القريبه منكم. فاصل وراجعين، بقوا معنا. النشوفيه كتعتبر عرض اكثر منها مرض، لانها تقدر تكون مؤشر على واحد من امراض المناعه الذاتيه، وعاده ما هذه النشوفيه كتكون في الفم، في العينين، في الاعضاء التناسليه، وحتى في الجلد. وفي الحاله العاديه كتقدر تكون مرتبطه بالتقدم في السن او بتناول بعض الادويه، بحال خاصه بالحساسيه مثلا، بحب الشباب، بالقلب، بالاكتئاب، او لا مثلا فيروس اللي كيصيب الحلق في حاله مثلا ديال الانسان اللي خدا برد او لا زكام. لذلك كيبقى التشخيص المبكر لما الانسان كيحس بالنشوفيه في واحد من الاعضاء اللي
حنا ذكرناها مهم جدا. علاش؟ فقط من اجل نتيجة اللي هي خاصه بضمان فعاليه العلاج. كانت هذه فقط نصيحه اليوم. معنا اس ام اس من عند ابو مجد ومن عند المستمع ابو شيماء كيقول عافاك دكتور ودغيري واش النشوفيه ضروري المرض ديال النشوفيه كتكون فيه الحكه؟ يعني الحكه من ناحيه في الجلد؟ نعم، او الحكه في الجلد مثلا او في العينين. نعم، او حتى نعم في الحلق. نعم، كتكون نعم مصاحبهم دائما الحكه سواء كان في العينين او في الجلد. الانسان كيقدر من العلامات ديال النشوفيه ان الانسان كيبدا يحك الجلد ديالو ملي كيكون ناشف، او كذلك العينين او الفم. قلنا انه ناشف خصو مره كيلصق له اللسان ديالو، كيبدا بعد مره يتفلح اللسان، كيبدا يحس بعلامات في هذا الشكل هكا، مره خصو يشرب الماء. قلنا فهادو هاد الحكان ولا المساله ممكن ان يعني نشوفوها كذلك. نعم، إذا الحكة تقدر تكون مصاحبة. نعم، دائما نشوفيها. نعم. نمشيو نتواصلوا مع نجوى، معنا على الخط هذه المرة من طنجة. مرحبا بك نجوى. مرحبا بك، شكرا، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك. ربي يخليك، الله يخليك وغادي تنظر مع الدكتور. أيوا مرحبا. أنا ماما كانت شحال هذه كانوا عينها نشفوا لها شوية عينها، ما كانوش كيهبطوا في الدموع. أيوا. فاش مشات للطبيب خرج لها واحد شي أوطراس بدات كتعملهم، دابا كتشكى من العكس، عينها كيخرقوها وهو دين غير بالدموع. هاك مام معصبه ما باكيه ما والو، ما هو دين بالدمع. يعني حتى استعملت هاد القطرات هاد ولات عينيها كي. نعم. نعم نعم. واخا شكرا لك نجوى، توصلتي معنا من مدينه طنجه. نرجعوا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله بعد ما ناخذوا عائشه كذلك معنا على الخط من العاصمه الرباط. مرحبا بك عائشه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ بخير الحمد لله عائشه. كنشكر الدكتور الله يخليك. انا عندي هذه عيده باش عام عينيا، كنت شي دوزت عليهم كنحس عينيا ناشفين وكيبحال الرمله كما كان الدكتور كنحس بهم في عينيا وحتى الحلق ديالي مؤخرا وليت نحس به ناشف. وعندي مشكل اخر، انني كنعاني من الكزيمر ذاتي كامله، يعني هذه حتى هي دايره لي مشكل ديال النشوفيه. دابا اللي بغيت نسول الدكتور، يعني ما عرفتش اين اتجاه اللي نتبع معاه باش نعرف اين خصني يكون عندي هذا المرض هذا. نعم، شحال السن ديالك مدام عائشه؟ 27 سنة. وما كتعانيش بشي علامات أخرى تقريبا؟ يعني بحال يعني آلام في المفاصل مرة مرة أو شي كحبة كتجيك ناشفة مرة مرة كتحس بها؟ لا لا فقط لا الأمور. لا نعم. واخا نجاوب على سؤالك عائشة، شكرا لك توصلتي معنا من الرباط وإن شاء الله دعواتنا دائما كنقولوا بالشفاء العاجل والقريب لكل مريض ودوام الصحة والعافية إن شاء الله للجميع. نبداو بالسؤال ديال نجوى من طنجة. دكتور مصطفى الودغيري والأم ديالها في الأول كانت الحالة عينين ناشفين، مشات لعند طبيب وصف لها واحد القطر وشرتي ديك الدموع الاصطناعيه بغينا نقولوا. نعم. اللي كتعمل في العين، دابا وقع ليها العكس انه العينين دائما فيهم داك السيلان بالدموع. نعم، يعني صعيب انسان باش يعرف بالضبط شنو كان عند الام ديال السيده نجوى، لان الطبيب اللي شخص وشاف ربما عطى شي اقتراض في العينين، ما عرفناش بالضبط النوعيه ديالهم. هي اللي فعلا بعض الحالات انه كيكون حساسيه لذاك النقاط اللي كنديروا في العينين، تكون نوع من الحساسيه ويقدر يديروا هذا المشكل ديال الدموع تكون كثار او الانسان اللي يحك عينه كثر بحال شكل ديال الحساسيه. العينين ما داك النقاط ولا القطرات ديال العينين ما كتجاوبش مع العينين، فكيقدر يكون هذا. فمن الافضل انها تشوف الطبيب ديالها، لان هو اللي كيشوف شنو واقع في العين، هو اللي غادي يشخص باش يشوف الدواء المناسب. نعم، وهنا العلاج كيقدر يتبدل وكيعوضوا مثلا قطرات اخرى ولا. نعم. بالنسبه لعائشه من الرباط للسن ديال 27 عام والمشكل ديال الرمله في العينين النشوفيه زائد الحلق كذلك كينشف وعندها مشكل ديال الكزيمر. نعم، كننصح الاخت عائشه باش تشوف في اقرب وقت الطبيب الاخصائي، يعني خصوصا في الطب الباطني، باش يشخص هذا المشكل هذا. كيف ما قلنا كيداو التحاليل في الغالب غنحتاجو نديرو داك لابيوبسي، داك العينه اللي كناخذو من الفم باش كنبعثوها للمختبر وكنشوفو شنو كاين، لان يقدر من هذه العلامه اللي كتقول ربما فعلا يقدر يكون عندها احتمال انه يكون مرض ديال قصور الشوكرين، وخاص العلاج هو موجود وماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. نمشيو للاس ام اس اخر هذه المره من عند المستمعه الكريمه اللي هي كريمه ام لا كتقول انا عافاك بغيت نسول الدكتور مصطفى الودغيري على المشكل ديال النشوفيه، واش يقدر يجي حتى لبنيته في العمر ديالها 7 سنين ويجيها المرض اللي نتوما كتكلموا عليه اليوم؟ بالنسبه للاطفال قصدت المرض ديال الكوجغو الشوكري. نعم. ديال المناعه الذاتيه لا اظن، يعني 7 سنين فهو سن جد مبكر. النشوفيه ربما تشوف ربما مساله ديال الحساسيه او مشكل في الجلد، فنصح ان تشوف اخصائي في امراض جلديه. فهذا المرض اللي تكلم عليه ما كيصيبش الاطفال، يعني نادرا، حالات نادره جدا، ما يعني خصوصا ابتداء من 20 سنه وما فوق. نعم، نمشيو لاسماء اخرى. هذه المره من عند هند كتقول في العمر ديال 23 عام
انا كان عندي مشكل ديال مجلود من بعد بان عندي الولسيس حدا العنق ديالي زائد حكه في الجلد ديالي كتقشر وعندي دكتور ودغيري حتى العين ديالي ما كيدوزوش بالدموع نهائيا واخا كنبغي نبكي الدموع ما كيكونوش نهائيا وعندي مشكل دنشوفيه في العينين عندها مشكل ديال النشوفيه كذلك حتى في الحلق زائد داك الولسيس اللي كيتحك وعندها في الاول كان قالت مجلود من بعد ولا المكان ديالها بحال الولسيس كتحكها وكتقشر نعم فعلا بالنسبه للاخت هند هذا المشكل هذا ديال اللي كتحس به في عينيها او في الجلد وخصوصا الولسيس اللي بان فضروري ان تشوف يتم التشخيص نعم لان التخصص غتمشي للطب الباطني دكتور ودغيري نعم الافضل لان كاين واحد المجموعه ديال التحاليل تكلمنا على مرض ديال الكوجرو الشغل اللي هو ديال المناعة الذاتية ولكن كاين واحد مرض اخر كيتسمى لاساركويدوز اللي كدير هذا المشكل ديال الولسيس وكدير المشكل ديال العينين ونشوفيه كذلك في الجلد فهنا كاين مجموعه ديال التحاليل اللي كيداروا باش نشوف واش المرض اللي متعلق بكوجرو الشكرين او مرض اخر كما قلنا ديال لاساركويدوز اللي هو كاين تحاليل طبيه كتعمل وخصوصا كتاخذ داك العينه داك الوسيسه باش تمشي للمختبر ونشوفوا السبب ديالها حيت كل ما كان العلاج يعني كل ما كان التشخيص مضبوط كل ما العلاج كيسهل كل ما عطينا غير ادويه يعني تقريبا غير باش نعالجوا واحد العلامه من العلامات فما كنتوفقوش في العلاج نعم اذا 0522 46 72 50 51 او 52 كل الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه معنا فاطمه على الخط هذه المره من مراكش اهلا بك فاطمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله يبارك فيك لاله شكرا على هذا البرنامج العفو لاله فاطمه الله يجازيك بخير اختي بغيت نسول الدكتور ايه انا عندي تقريبا 59 سنه واخا وظهر لي هذا المرض شي تقريبا شي 3 سنين هذه اش من المرض ديال النشوفيه ديال النشوفيه ديال العينين وديال والحلق نعم واخا في النوم الاولى كانوا غير العينين دابا ولا حتى الحلق الحلق كينشف ليا مهم مشيت درت التشخيص وداك الشيء اييه وعند الطب الباطني نيس هنا عندنا في مراكش مهم وقالوا لي عندي هذه الحاله ديال التنشفيه ملي خرجوا لي شيفانيت عطاتني شيفانيت كناخذو كنجيبو من فرنسا نعم اييه وهذاك الفانيد ولا كيدير لي الحكه وليت كنشربو كيدير لي الحكه كل هي ذاتي تاكلني ومشيت لعندها وقطعته قالت لي قطعيه دابا قطعته شي 3 شهور هذه يلاه دابا تندير التقطيره في عينيا ولكن العينين ما تنقدرش باقي واخا كندير التقطيره ما كنقدرش نشوف بهم مزيان الصباح ما تنقدرش نحلهم وتنبات تنشرب في الماء وفمي ناشف واش هذاك الدواء يمكن ليها تبدلوا ليا مع شي دواء اخر او لا نبقى في هذه الحاله خصها ياثر ليا ديك النشوفيه تزيد تتفاقم. نعم الدواء اللي جبتي من فرنسا واحد الدواء اللي كتاخذ فيه حبه في النهار ولا كتاخذ فيه ثلاثه المرات في النهار؟ لا ثلاثه المرات كنت تاخذ فيه في النهار. واخا واضح لاله فاطمه وان شاء الله نجاوبوا على سؤالك شكرا اللي كنتي معنا من مدينه مراكش اذا هنا كتقول لاله فاطمه واش كاين البديل بالنسبه للعلاج اللي ما تجاوش مع الحاله ديالها وعطاها حاله ديال الحكه الطبيبه قررت على انه تقطعوا ليها دابا كتقول واش كاين شي بديل يعني شي حاجه اللي غتعوض داك الدواء اللي كانت كتاخذ من قبل نعم الدواء اللي تكلمت عليه الاخت فاطمه يعني فعلا هو اللي كيتخذ 3 مرات في النهار كنعطيوه في الحاله ديال النشوفيه ديال الفم ديال كيساعد خصوصا بالنسبه للفم كيساعد هذاك الغدد اللي كتنتج الغدد اللعابيه باش كتقوم يعني كتنتج اكثر وكتكون افضل ففعلا من ضمن الاعراض الجانبيه ديال الدواء يقدر يدير هذا المشكل ديال الحكه وما يتناسبش مع الذات ديالها كاين ادويه اخرى ربما الطبيب الاخصائي اللي غادي يعرفها كاين ادويه اخرى اللي كنقدروا نعطيو منهم واحد الدواء اللي كيجي كذلك من فرنسا اباز دو كلوروكين هذا كاين يقدر حتى هو نعطيو في هذه المرض ديال النشوفيه خصوصا ملي كيكونوا من غير النشوفيه كيكونوا الم بعض المرات في المفاصل كيصاحبوا لان يعني هذا المرض في الغالب كيكون ما كيكونش فقط غير النشوفيه ولكن في الغالب كيكون كذلك بعض الالم في المفاصل كيحسوا به الناس فكنقدروا نعطيو واحد الدواء اللي هو مناسب كاين ادويه اخرى كنقدروا نكتبوها على حسب كاين الدواء اللي غيجي مع الواحد كاين الدواء ما غيجيش معه وربما يتسبب في اعراض جانبيه فالطبيب هو اللي كيحاول يعرف الدواء المناسب في كل حاله. اذا هنا كاين البديل بالنسبه للحاله ديال فاطمه. كاين البديل. نعم الدواء في الحاله ديال النشوفيه مثلا فاطمه من مراكش مثال او نموذج نعم. العلاج واش كيبقى مدى الحياه دكتور مصطفى الودغيري او لا كاين احتمال انه يجي واحد النهار والانسان يرجع للحاله ديالو الطبيعيه وما ياخذش الدواء. هو في الغالب كيكون العلاج مدى الحياه لان مش قلنا انه هذا المشكل كيوقع مع السن او المشكل ديال المناعه الذاتيه فهو مرض مزمن
الامراض المزمنه كلها الغالب الدواء كيبقى مدى الحياه. الانسان كيتعايش معها كيتجنب كاع يعني الامور اللي غتجعل انه يتفاقم المرض، كيدير الوقايه كيف ما تكلمنا قبيله باش ما يجهدش هادشي، كيستعمل الدواء، واكثر من هادشي كله هو المتابعه مع الطبيب المختص باش هو اللي كيشوف الدواء المناسب ويشوف واش ما كاينش اعراض اخرى اللي غتستدعي ربما استعمال ادويه اخرى، لان كل حاله وكنعطيوها الدواء ديالها. مايمكنش يعني مايمكنش يكون واحد النموذج يعني كل هذا المرض كتكتب يعني كل حاله كتعطي الدواء المناسب على حسب الاعراض. نعم، معنا اس ام اس من عند رشيد كيقول هذه 4 سنين باش الاب ديالي، عرفنا انه عنده المرض اللي كيتكلم عليه اليوم الدكتور اللي هو جوغرين، وعافاك بغيت غير نسول بالنسبه للعلاج ديالو واش كيقدر ياثر على الكبد ولا لا. قال انه مؤخرا الاب ديالو بدا كيتشكى بزاف من الجهه اللي يعني قبلت الكبد، فهو كيسول واش الادويه اللي هي خاصه بالمرض ديال النشوفيه كتقدر تاثر على الكبد ولا لا. هنا نعم نعرفوا الدواء اللي كيستعملوا بالضبط، لان كنعرفوا ان العدد كبير من الادويه يعني كي التصفيه ديالو كتتم على طريق الكبد. فمجموعه الادويه فعلا كيجعلوا انه الانزيمات ديال الكبد كيطلعوا. ف يعني ديما كنرجعوا انه خاص التشخيص، خاص تعملوا التحاليل، خاص تعمل يعني الفحص بالاشعه، شوفوا فعلا شنو المشكل بالضبط في الكبد، واش ناتج على الدواء او عنده علاقه بمرض امراض اخرى. وتكلمنا قبيله على بعض الامراض اللي كتقدر تسبب في هذه النشوفيه، كاين مرض ديال الالتهابات بالفيروسيه. ومن ضمن هذه الامراض الالتهاب الفيروسي كاين الالتهابات ديال الفيروس ديال الهباتيت سي. فكنصح انه من الافضل يشوف الطبيب ويدير التحاليل وخصوصا يبحث على الميكروب ديال الهباتيت سي. غادي نرجعوا عندك اكيد دكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه دائما في حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. فاصل وراجعين خليكم معنا. وعلى ميد راديو الاذاعه القريبه منكم مرحبا بتواصلكم معنا في برنامج صحه وسلامه على 0522 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش كذلك الرقم 5080 اللي كتبتوا في اول اس ام اس او الرساله اللي غادي تبعتوها كلمه صحه، خليتوا فراغ صغير وبعثتوا بسؤالكم للرقم 5080. واليوم حاضر معنا الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. غادي نمشيو نتواصلوا مع خديجه معنا هذه المره على الخط من مدينه مكناس. مرحبا بك خديجة. السلام عليكم لالا. وعليكم السلام ورحمة الله. وشكرا مبروكة لالا. علينا وعليك خديجة. الهديفة والدكتور تهور. مرحبا. عندي واحد السؤال، عندي روماتيزم مزمن، واش هو يكون من أسباب ديال هاد النشوفية تهور زعما كاين، وشنو الوقاية من هاد المرض هذا؟ يعني روماتيزم مزمن بالضبط شنو؟ حيت الروماتيزم يعني في أمراض كثيرة جدا. الاسم بالضبط. انا كندير التحاليل ديال الدم وداك الشيء كنلقى بان عندي طالعه عليا نسبه الروماتيزم 100%. نعم. طالعه عليا في التحاليل. نعم. وعندك الام ربما في المفاصل؟ عندك عندي في المفاصيل في الظهر. هذا هو اللي عندي اسيدي. والطبيب يعني ما قالكش الاسم بالضبط ديال المرض، حيت كيبقى يعني واحد التشخيص مهم في هذه الحالات. نعم سيدي، متبعه عند الدكتور زعما كاين، ولكن ما عنديش الروماتويد. زعما ماشي روماتويد. نعم ماشي روماتويد. نعم. لالا خديجه، عندك دابا حتى المشكل ديال النشوفيه واش كاين ولا لا؟ لا، النشوفيه عندي الحكه في الراس بداتيه، والحكه في الجلد ديال الوجه. أيه. وفي اليدين وفي الرجلين. نعم. ودابا العلاج ديالك كتاخدي علاج المرض؟ لا، كناخذ العلاج ديالي. إيه. واش زعما كاين بالنسبه للسيلي اس، لان انقطعت عليا الدوره في عمري 45 سنه. إيه. هو يكون من هذه الاسباب. نعم. وبغيت نعرف واش التعرض للشمس حتى هو يمكن يدير هذا المرض. واخا. نجاوبوا ان شاء الله على كل اسئلتك لاله خديجه. شكرا لك. شكرا لك. التغذيه زعما كاين، لكن حتى التغذيه كتبقي من هذا المرض زعما كتبقي داخله فيه. واخا شكرا لك. نعم. نجاوبوا ان شاء الله على كل اسئلتك لاله خديجه. تواصلتي معنا من مكناس، وما تنساوش انه كل ما عنده علاقه بالتغذيه، وان شاء الله رحنا سبق وكنا شرنا على انه مع الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، غادي نتكلموا ان شاء الله في حلقات مقبله حتى على الادويه اللي خاصه بامراض معينه وكيفاش كتفاعل طبعا مع الغذاء. لانه ديك المساله ديال انه الدواء لما كنمشيو مثلا الصيدلية وكناخذوه وكيوصف الصيدلي على انه هذا الدواء غادي يتخذ اما قبل الاكل او لا بعد الاكل او لا وسط الاكل، فهذه المساله راه ما جاتش من فراغ، فلان الدواء كيتفاعل حتى مع الغذاء. ولذلك غادي نخصوا ان شاء الله حلقه من خلال برنامج الصحه وسلامه مع الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. المساله ديال الحكه عندها في الوجه، عندها في الشعر ديالها كذلك دكتور مصطفى الودغيري، فهي دابا غير كتسولك على التعرض لاشعه الشمس، واش ممكن يزيد يفاقم الحاله ديالها ويعطيها نشوفيه وحكه اكثر؟ في بعض الحالات نعم، في بعض الحالات هو الانسان من الافضل انه يتفادى التعرض للشمس، خصوصا في الوقت ديال الذروه يعني من 12 ل 4 العشيه يتفادى، لان ربما كيكون حتى بالنسبه للجلد كيكون عندها خلق مشاكل
مشاكل خصوصا فعل الجلد اللي ناشف. فالجلد اللي ناشف شنو العلاج اللي كندير؟ فغير داك لي كريم هيدراتونت، داك كريمات مرطبه، كريمات مرطبه في حاجه طبيعيه. ملي كيكون الجو سخون او كيكون الشمس، الجلد كذلك غادي يزيد ينشف وغادي يبقى الانسان يحك اكثر ويتحس بالاعراض اكثر. نعم، نمشيو هاد المره نتواصلوا مع المستمعه الكريمه دعاء معنا من الصويره. ومرحبا بك دعاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه ليك وتحيه للدكتور اللي معاك. شكرا لك دعاء. مرحبا بنا ديال الصويره. بارك الله فيك. الله يخليك. المشكل ديالي انا عندي مشكل نقص في المناعه. واخا. وعندي البروده في الدم. وعندي هذا المشكل مؤخرا كتجيني لانيمي مره مره، ماشي مره، مهم مره مره كتنقص ليا. وكنت كناخذ الادويه ديال هاد المهم الدواء ديال فقر الدم. اييه. وهاد الثلاث شهور الاخيره كنحس بنشوفيه كثيره. وحتى هاد المشكل ديال المفاصل، وعندي بقع في الجسم كتكون لي بحال شكل ريالات حمراء هكا في الجسم ديالي. فين بالضبط؟ واش ربما في الرجلين او في فين البلاصه بالضبط هاد البقع اللي كتجي؟ البقع كتقدر تخرج ليا في اي بلاصه، في الرجليا خصوصا، بالذات وفي يديا. نعم. دعاء، شحال في العمر ديالك؟ عندي 46 سنه. 46 سنه، واخا ان شاء الله يربي العمر كامل. الله يبارك فيك. واخا دابا شنو بغيتي تعرفي يا دعاء؟ بغيت نعرف حكتا عندي تا مشكل ديال الوالد الله يرحمه، كان عنده السكر، واش دابا هذا نشوف فيها؟ ولكن بصراحه هاد الايامات شويه شتي بها نقصت مني حبست الادويه ديال لانيمي. اييه. واش عندها علاقه حتى بالسكريه؟ وانا اخر مره تقريبا درت تحليله كانت تقريبا شي سنه هذه كيكون عندي 0.75. واش اذا كان زعما حتى سميتو هاد العمل الوراثة حتى هي واش ديما نبدا ندير، ولا نقدر ما تجيش سكر ولا اشنو؟ وعاود مشكل اخو الله يخليك، بغيت نعرف شنو هو المشكل ديال الحموضه في ديما كيذكرها الدكتور. الحموضه في الدم، واش هي البروده في الدم؟ انا عندي الدم عندي ديما هذيك الفي اس وفين كنديرها كنلقى فيها 196 كل مره شحال كنلقى، واش هي هذه؟ هذه علامات التهاب. التهاب هذه التهاب ياك. الانفلاماسيون، الالتهاب. الالتهاب. واخا جزاك الله بخير. العفو، شكرا لك دعاء، كنت معنا من الصويره. تفضل دكتور ودغير. نعم، بالنسبه للاخت دعاء فعلا انك تعاني واحد المجموعه ديال الامراض ديال الاعراض، فعندها الم في المفاصل، عندها مشكل ديال الفقر. نعم. ديال الانيميا. نعم. ونقص المناعه كذلك. نقص المناعه ربما نشوف هي اللي شارت لها، وهذا البقع اللي كيوقع لها في الجلد ديالها خصوصا. نعم. بقع حمرين. حمران كنسميوهم حنا الفرنسيه ليغيتيم نو، هذه في الغالب عندها مجموعه ديال الاعراض اللي كتدخل في واحد النطاق ديال داخله في امراض المناعه الذاتيه، يعني واحد المجموعه ديال الامراض كتقدر تسبب في هذا الشيء. فخصها فعلا، وزاد تاكد الامور انها هاد التحليه اللي كتسمى لا في اس ديال كنشوفوا الالتهاب كتكون ديما عندها طالعه 90%، فهي طالعه كثير. هنا ضروري ان تشوف اخصائي وتشوف يعني التحاليل اللي غادي دير باش نشخصوا المرض. كاين يعني مجموعه ديال التحاليل اللي كنطلبوها، وكاين ادويه اللي كتجعل تنقص من الحده، واللي بدينا عطينا الدواء المناسب هذه العلامات كلها غادي تنقص. السؤال الثاني على السكري، اللي الوالد ديالها مصاب بالسكري، كاين احتمال، كاين عامل ديال الوراثه معروف مبدا السكري، اللي كنصحوا انها تاخذ تكون يعني الحميه باش يعني تفادى كثره اكل السكري، وتحاول تحرك وتاكل ماكل الاكل اللي هو يعني صحي. ودير تحاليل اللي حسيت بشي شي علامه للعياء او شي علامه العلامات ديال السكري. وتقدر دير تحليله قولوا مره في السنه كافية. اذا مره واحده في العام كافيه بالنسبه لها. الا اللي حسيت بشي عياء شديد او ضعف شديد او كتشرب الماء بزاف، العلامات ديال السكري معروفه، فهنا دير تحليله في ذاك الوقت هذاك. نعم. اذا اخر نصيحه نختموا بها لقاءنا معاك اليوم، كنا كنتكلموا على مرض النشوفيه. دكتور مصطفى الدغيري، اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، شنو اخر نصيحه نقدموا للمستمعين الكرام؟ وهي يعني مرض اللي هو العلامات اللي كثيره، كنشوف اعراض اللي كثيره عند الناس. المهم هو التشخيص، كل ما كان التشخيص مضبوط كل ما كان العلاج فعال. فكاين ادويه لهذا الشيء، هذا ماشي شي حاجه اللي هي خطيره، خصوصا كيسمعونا الناس كثير ان الاغلبيه الناس حسوا في واحد الوقت مفترى من حياتهم بهذه العلامات هذه، فخصهم يعني مساله هي بسيطه، كاين ادويه مناسبه، واللي مهم هو التشخيص في اقرب وقت باش كيكون العلاج مناسب. من العلاج كيكون مناسب، ومن الانسان كذلك يطمئن على الصحه ديالو. راه شرنا النشوفيه في الكثير من الحالات، كل واحد منا سبق وربما وجربها وكتكون حاله عابره. شرنا لها في الحلقه ديال اليوم، ماشي هي دائما دليل على مرض اللي عنده علاقه بامراض المناعه الذاتيه. شكرا لك مره اخرى دكتور مصطفى الودغيري، طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه.